الو غسان سالم؟ نعم دانيال قزح من إذاعة البلد. أهلين دانيال. غسان لازم نلتقي. لازم نلتقي كل أربعة خمسة المساء بعد الخضة اللي مرقت فيها الـ LBC في حكي عن ستار أكاديمي تاسع، بس مش هلأ، بعد شوي. في اليوم ممثلين عم بيرضوا بقروش بس لحتى يأمنوا شغل، بدون يأمنوا معيشة عائلتهم. إذا بروح بلاقي علبة بسكويت تركية ما بشتريها. في حكي عن برنامج بإذاعة مهمة بلبنان، يمكن أقدم برنامج عندكم، ما حدا بيعرف. يا أهلا وسهلا فيك. أنا عندي شغلة بالحمام بفرك وجهي كتير بالليفة، وهذه بنصحها لكل الناس يعملوها. يسمح لي الوزير جبران باسيل، الدولة مقصرة وعندها كتير إشياء لازم تعملها، يعني هو واحد من المقصرين. أنا كتير بحب أتفرج صرت على الأكل. على فكرة الحلو ببرنامجك إنه ما بيشبه برامج تانية، يعني هذا ميزته. واليوم بغسل وبنشر وبجلي وبمسح غبرة وكل شيء، وبشطه في البلكونات وما عندي مشكلة. لازم نلتقي كل أربعة خمسة المساء والإعادة الخميس واحدة الظهر، واحدة بعد نص ليل للمغتربين على هوا البلد. أنا دانيال كوزح، لازم نلتقي. مرحبا، من إذاعة البلد بسن الفيل لجوني انطلقنا بمشوارنا عند الفنان غسان سالم. هلأ فعلياً بعتبر أنه المشوار ابتدى بالأسانسور، أسانسور البناية اللي ساكن فيها غسان. أسانسور ما بيشبه غيره، مش بالشكل أنه قديم أو جديد، لا، بأنه بيوصلك للعالي. لا، مش عالي بالطابق، فحتى لو كنت طالع على الطابق الأول رح تحس أنك فوق. حد المجد، حد الرقي والعظمي. هالأسانسور ما بيشبه غيره لأنه بمشوارك معه لفوق من طابق لطابق بيسمعك أغاني طربية لفنان من لبنان. وما بيشبه غيره لأنه أول ما يفتح ما منبرم مثل العادة صوب المراية حتى نظبط حالنا وتيابنا، لا، منبرم صوب صورة صاحب هالغنية يلي عم نسمعها، شو مكتوب عنه، عن حياته، عن أعماله. فمع هالأجواء بتوصل وما بدك توصل، وبتتمنى تطلع بعد أعلى وأعلى وتبقى هيك معلق بين السماء والأرض بهيك أسانسور. لما فتحنا الباب بالطابق 13 كملت دهشتنا وصارت عيوننا محتارة وين وعشو بدها تطلع. بيت مميز، عصري، مريح، حلو، مرتب، منسق، غريب، ألوان، انسجام، هيك كل شوي تتوقف عيوننا بزاوية وترجع تكمل برمتها، ومع كل برمة وجولة الدهشة والإعجاب يكبروا. هودا عيوننا يلي حبوا وارتاحوا لهالمطرح، وما استغربوا ابدا انه يكون اكتر مطرح بيرتاح يلتقي مع يلي بحبن. بالصالون الكبير بوجه الشمينيه ونارا الولعانه وعكب بيت شاي ونسكافيه ومع الشوكولا والبونبو التقينا. هاي غسان. يا هلا فيكي، اهلا وسهلا فيكم ببيتك. ايه، اول شيء خليني قبل ما بلش بالبيت نبلش بالدور. طلعنا بالاسانسور، الاسانسور اوريجينال كتير عندكم بالبنايه، الجلد الاحمر وصوره للست صباح ومع اغاني، يعني لو وصلنا لعندك للتاسع ترافقنا مع اغاني الصبوحه. هذا الشيء بسببي، لانه انا حسيت من غير شر يجي قلبي رئيس اللجنه بالبنايه، مصرين اني يكون انا رئيس اللجنه. وانا كل فتره بحط بنقي تام معين، وهلا دور الصبوحه بحط صوره لصباح، وقت بحط كمان كلمات الاغاني بمرق لفيروز طبعا مع حفظ الالقاب. انا بقول لهم صباح وفيروز لانه كثر ما عايشين معهم صاروا بعضامنا يعني. بحط موسيقى كلاسيكيه، شتراوس، باخ، بحط ياسر رحباني، بنقي الفن اللبناني الراقي والفن العالمي الراقي، وبحط الأغاني والموسيقى. كل شهر تقريبا بغير، وبحط صورة أو ورقة واضحة تفهم اللي عم بيسمع شو عم بيسمع، حتى اللي عم بيطلع بالأسانسور يسمع. وبما أنه البناية 9 طوابق مثل ما قلت، هي فعليا 13 طابق، لأنه الطريق من تاني ميل من حدرة، من ميل 9 من ميل 13، في مسافات ليوصلوا العالم من الباركينج لفوق أو ضيوف منسليهم. حلوة الفكرة، بس قديه عندك وقت وقديه إلك جلادة تكون رئيس لجنة بناية؟ هو أنا بصراحة ما إلي جلادة أو ما عندي وقت، بس إصرار البناية
هي للمرة الثانية بينتخبوني، مرق سنتين وجددوا لي من شهرين تقريبا، اصرار مخيف يعني، وما إلي عين قلن لا. بيعرفوني قديش عندي نخوة، بيعرفوني قديش بحب الاشياء مزبوطة ودقيقة ومرتبة، واخدت فكرة من قصة الاسانسور. هلا بعد الفكرة اتوضحت اكتر لما فتنا على البيت، بيتك عن جد كتير حلو وكتير دقيق بكل اختياراته، يعني ان كان بالسقف يلي فيه خشب، ان كان بالشومينيل كتير حلوة والعامل جو كتير حلو هلا انت ومولعة، ان كان بكل شيء موجود. كمان شغلك هون اكيد انا بحب ال تعرف يكون واحد فنان عن جد، مش بالتسلية أو بالصدفة، مش معقولة ما يكون فنان بكل شيء. ما فيك تكوني مثلا مغنية أو ممثلة عندك إحساس عالي وعندك حب للفن وبتقدري تعطي المشهد بحقه وبتقدري تعطي اللقطة أو الوضع اللي التمثيل اللي فيه، ما معقول تكوني هيك وبذات الوقت تكوني مثلا مش مزوقة. بقى هيدا يمكن لأنه أنا يمكن برجع بقول لأنه أنا فنان، يمكن ما أكون فنان، مفكر حالي فنان شو بعرفني. بكل شيء بعمله مثلا مثل ببيتي اللي أخذ معي سنتين ديكور، كان طلعت بناية يعني بالسنتين، كتر مني نيقة وكتر ما فتش على التفاصيل والبيضة من بعضة والتفاصيل الصغيرة أوقات المزعجة، دخلت بكل تفاصيل البيت رغم أنه كان في مهندس ديكور أول واحد طبعا ما مشي حاله، قلنا له باي باي، الثاني قلنا له باي باي ورجعت كفيت أنا. طفشتهم يعني اثنين؟ طفشتهم ايه، هني بدهم كان تطفيش يعني، لانه بيصيروا اوقات المهندسين عندهم مشكله، المهندسين ما بيقدروا يجمعوا بين الجمال والبراتيك، ما بعرف شو بيقولوا براتيك بالعربي، الشطاره العملي، الشطاره انك تجمعي المنظر الحلو وبذات الوقت هالمنظر الحلو يكون عملي. مثلا تعطيكي مثل، اكيد رح تقصصي منهم عفوت بتفاصيل. مغسله الحمام اجلك تبعيتي، ركب لي مغسله بتاخذ العقل تتفرج عليها، بس تعي استعمليها سيستمها بشكل انه اذا بتفتح الحنفيه بتغسلي ايديك الحمام كله بصير مي فيشي هيك ورقيقه. لا انا فتشت على مغسلي هذا كله تكسر من بعد ما فله، مغسلي كتير حلوه بس بذات الوقت عمليه، ما بيطلع الحمام مي كله بس غسلي ايدك او شيء. يمكن عم بتقلي هلا انه سنتين اخذ معك، بس مثل ما بيقولوا سافو لابان، لانه طلع نتيجه عن جد كثير حلوه. سنتين وبعد ما سكنت على طول في تحسينات وتظبيطات وتغيير وبشيل من هون وبحط هون وبكسر وبظبط، بس انه اكيد مش ورش. وهون انت اكثر شيء بترتاح يعني، هيدا المطرح يلي بريحك، هيدا بيت اللي اسسته مع يلي بتحبه، مشان هيك قلت لك انا انه حابب يكون هون اللقاء تبعنا، وهيك كمان بتشرف بوجودكم معي بالبيت. ميرسي، نحن تشرفنا غسان. انت نيقة بكل شيء، حتى بالبيت حتى بالشغل، يعني نحن كمشاهدين اذا بدك البروفيشناليزم تبعولك شفناه بادوارك المثلتة وسمعناه بالفويس اوفر يلي عن جد بتعيشنا الحاله، يعني انت صوت ستار اكاديمي اليوم لما بتنقلنا الوجع منوجع، لما بتنقلنا الفرح منفرح. هالبروفيشناليزم يلي عشته انت غسان ما كان مزعج للناس؟ يعني لهالقد بتفوت بديتيلز وبتفاصيل، بس ما ازعج اللي عم تتعامل معهم؟ انا مشكلتي انه كتير هلا يمكن انت تفكري انه انا بشتغل لحتى اكون بروفيشنال او بشتغل لحتى اكون طبيعي. انا انسان كتير عفوي، انا لما بيكون عندي نص بدي اقراه، ان كان لروبورتاج، ان كان لدعايه، ان كان لانسمان لاذاعه، ان كان لتلفزيون، ان كان لبرنامج، ان كان دوكيومنتير، انا النص هو بيقلني كيف اقرا، هو بيقلي بليز غسان اقراني هيك، بدون ما وجع راسي وبدون ما انه فكر وحلل، بكل عفويه وبكل بساطه وبكل صدق عم بحكيكي، مش عم بتفلسف، عم بحكي هلا بصدق. مجرد ما اقرا النص مره او بلش فيه بقدر اعرف هيدا النص كيف لازم ينقال. واوعي تفكري انه في نص بينقرا مثل نص تاني. ما فيك تعملي انت ريبورتاجات ستار اكاديمي مثل ما بتسجلي دعايه لبنك، ما فيك تعملي اعلان لاذاعه مثل ما بتسجلي دعايه لنقول لمسحوق غسيل مثلا او لبرودوي دو بوتي. النص هو بيفرض الطريقه اللي بدها تنقال فيه، والاداء بيختلف بين هون وهون وهونيك. بعدين في فرق، انا بالنسبه لإلي في فرق بين الاداء وخامة الصوت. أنا صوتي كله بغيره لما بيكون في حاجة. أنا بقدر أعطيك صوت شاب عمره 15-16 سنة، وبقدر أعطيك صوت ختيار،
هي نحن لمسينا نحن وعم بقول لك بدي اشهد لك عليها يعني عن جد. وهذا كله بعمله انك عندك كاركتر بصوتك فظيع بدون مجهود دانيال. هذا اللي بدي اوصل لك اياه. كنت عم تحكي لي قبل شوي على قصه انه انا نيئه وبزعج. ما بزعج لانه انا ما بتصنع دغري، بعمل الشغله مثل هي مرسي اوربار بفل. يعني بشغلك منك نيئه؟ لا لا، لانه بعطي اللي لازم. هلا اذا صار في معارضه او استفهام بشرح وجهه نظري. لمن صاحب العلاقه يلي هو صاحب العمل بيكون عنده وجهة نظر مختلفة بعمله اللي بده اياه. لازم 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 نلتقي اليوم غسان. انت يعني انا رأيي من اهم اصوات الفويس اوفر. انت عم بتقولي انا ما بعرف. انا بقول لك انت من اهم اصوات الفويس اوفر. بالعادة لما الواحد يوصل لهالمرتبة او لهالمرحلة بيقدر يفرض، انت ما بتفرض، بترجع بتعمل صاحب العلاقة شو بده. هلا شو عم بيصير؟ شوفي كيف انا بعمل. انا ما بفرض بشكل الامر، يعني بدهم يسجلوا دعاية بقرا النص ببلشوا يشرحوا لي، بقول لهم لحظة خلوني اعملها مثل ما انا بشوف وبعدين بتقولوا لي شو بدكم. وهيك بيصير. كوني أكيد وبكل تواضع أنه 99% بيرجعوا بياخدوا التيك اللي أنا أخدته. حلو. وفيك تسألي توني يلي هو صديق مشترك، توني ألعاني صاحب استوديو أوديو تيكس يلي بسجل عنده دعايات، وسألي هو كيف أنا بشتغل معه وهو بيخبرك كل هول اللي قلت لك إياهم. على سيرة جبنا سيرة ستار أكاديمي، رح يكون في ستار أكاديمي موسم التاسع من بعد الخضة اللي مرقت فيها الـ LBC في حكي عن ستار أكاديمي تاسع. تاسع أو عاشر؟ تاسع يمكن، تاسع موسم التاسع بفتكر. تاسع بس مش هلأ، بعد شوي. بس قبل من مدة لورا كان الموضوع مش مطروح للبحث، هلأ رجع صار يصير مطروح للبحث. وانت أكيد بالبرنامج رولا سعد بتحب تشتغل معي مبدئيا هيك. هلا حاليا عم سجل ديو المشاهير وقبلها مس ليبون كمان. كل برامج الانتاج فانيلا برودكشن بتكون صحيح. انت تركت التمثيل بوقتها يعني من 5 سنين، التمثيل مش مثل اليوم، اليوم بعصره الذهبي الدراما اللبنانيه ضاربه بشكل كتير كبير. رحت على تسجيل الفويس اوفر، ان كان دعايات ان كان دوكيومنتارات ان كان لبرامج تلفزيونيه وغيرها، بتربح اكثر فيها مصاري اكثر صح؟ بس عندي اعتراض على شغله مرقت بحديثك. عم بتقولي اليوم بعصره الذهبي، أكيد اليوم التمثيل والدراما مهمة، بس برأيك بأيام مثلا نساء في العاصفة يلي خض البلد وكانوا الصغار والكبار يتابعوه وكان حديث الناس تاني يوم بالجامعات وبالمستشفيات وبالمكاتب وبشغلهم، برأيك مثلا هالظاهرة اللي كان اسمها نساء في العاصفة ما كان وقتها الدراما كانت بأوجها؟ منغلقة هن ذاتهم الممثلين، هو ذاته الأداء معك. أيه. بس كان اليوم عم يتروج لأكتر، اليوم صار في إنتاج أكبر. أيه. اليوم في عدد إنتاج أكبر انفتح يعني. أيه. صح هيدا القصد يعني. صح. اليوم إذا رجع انعرض يمكن نساء في العاصفة هلا أوكي بغير زمن كان يمكن ما في موبايل، بس إذا رجع انعرض أكيد بعصره الذهبي بيكون حتى قبل ذات الأداء قبلي أنا يعني. أيام الله يرحمها هند أبي اللمع، أيام قالوا حياتي وحول غرفتي كانوا كانت جنون. بس القصد يعني. إلك إيه أنه التمثيل بوقتها ما كان يطلع مصاري. صح. نقلت على غير عمل طلع لك مصاري كتير. برأيك اليوم بيطلع مصاري الفويس أوفر؟ عم تحكي على التمثيل انت. التمثيل ايه مش احسن من قبل ماديا؟ ايه؟ في بعض الممثلين ابشع من قبل. هي العمليه بترجع للشخص وقديش مطلوب وقديش قادر يفرض سعره. انت ليش ما فينا ما في، انا مش عم بتفلسف عليك بس بوضح لك انه ما فيك تعممي. في اليوم ممثلين عم بيرضوا بقروش بس لحتى يامنوا شغل، بدهم يامنوا معيشه عائلتهم بقروش. وفي ناس عم بياخدوا مبالغ كبيرة، بس برضو المبالغ الكبيرة اللي انت مفتكر ما تفكري انه هالشي الكبير اللي بيقدر واحد يتكل عليه بمعيشته اليومية وبحياته. بس هذه الحبة توضح لك لأنه نحن نسمع مثلا فلان إذا دور البطولة مبلغ حرزي قدي برأيك انت يعني حلقة. بالـ20,000 الحلقة لا أنا بحكي عن مسلسل 20 أو ماكسيموم 30 حلقة. ايه اوكي قدي فكرك يعني انه تعتبري رح نقول 1000 على الحلقة 30,000 دولار. مسلسل بياخد 4-5 أشهر تصوير، شو بيكفوا 30,000 إذا عمل مسلسل بالسنة الممثل؟ أنت بتعرفي يعني. برضو اليوم التمثيل بلبنان يمكن فيه عدد من الإنتاج الكتير والكاليتي الصورة الحلوة والنظافة وكل هالأشياء، بس بعده الممثل اللبناني ما بيقدر يعيش 100% من شيء اسمه تمثيل وبس. نحن منا بسوريا ومنا بمصر ومنا بأمريكا ولا بأوروبا. في مبالغ احسن، بس في ممثلين عم بياخذوا $100 على الحلقه و$200 و$300
وبينطروا الحلقه اللي تجيهم. يعني ما فينا نعمم هيدي الفكره، بس حبيت وصل لك اياها. اي متى رح نشوفك على الشاشه؟ انا مرق لي عملين مؤخرا، كنت ضيف شرف بالجزء الثاني من اجيال، كنت انا الضيف الوحيد، يعني الشخصيه الوحيده اللي بتفوت جديده على العمل، وحبيت كلوديا مارشاليان صديقتي اني يكون انا بها العمل، لانه تاني جزء الناس ناطرينه بعد غيبه، يعني صح. انا كنت غايب، قلت لي حابب تطل بعمل الناس ناطرينه، وانت الضيف الوحيد والشخصيه الجديده الوحيده يلي بتفوت على العمل. والحمد لله كانت الاصداء جدا ايجابيه من القراب ومن البعاد. رجعت من بعده عملت الحياه دراما، كمان حلقه كانت حلوه، موضوع حلو، كانت مع تقلى شمعون هي وانا. وهلأ في حكي عن إشياء بفضل إنه بس تصير على أرض الواقع تحكي عنها. أنا رجعت على التمثيل كوني طلعت بعملين، بس إنه تقلك استمرارية وكل يوم عمل ما بتعرفي، يعني ما بتعرفي الظروف. بتابع مسلسلات تركية دراما تركية؟ أبداً. ليه؟ لأنه أنا ضد حضرته محبيت ولا من الأساس ما لا حضرت. أنا مش حضرته محبيت، أنا إذا بدي أحضر شيء مش لبناني بفضل أحضر فيلم أمريكاني مرتب، يمكن فيلم فرنساوي. وبعدين أنا ما كتير بشجع الإنتاجات المش لبنانية بالدراما، يعني أنا بفضل أشجع المسلسل اللبناني بالدرجة الأولى كوني لبناني وممثل لبناني. لا بهمني أحضر سوري أبدا، ولا بهمني أحضر تركي نهائيا، ولا بهمني احضر مدبلج على السوري. ما عليه يسمحوا لنا، عم بيعبوا هوا المؤسسات هون، عم بيجيبوا التلفزيونات، عم بيجيبوا برامج هون ولا يعبوا هوا، لانه بيجيبوها رخيصه غير ما ينجوا. بعدين ما عليه يسمحوا لي، بس يبلشوا التلفزيون السوري يعرض مسلسلات لبنانيه والتلفزيون التركي يعرض مسلسلات لبنانيه، ساعتها ببقى افكر احضرهم، والمصاروي يعرضوا مسلسلات لبنانيه ببقى افكر احضرهم. بس في كتير ممثلين لبنانيين عم بيشاركوا بالدراما المصريه، عم بيشاركوا بدهم يشتغلوا، بس مش معناتها عملوها، مش هن خلقوها، لانهم هن القصه ولانهم الكتاب ولانهم المنتجين. ليش نحن بدنا نجي نركض نحضر ونتابع ونهتم وندعم انتاج المصري والسوري والتركي، وكل هالدول ما حدا بيعرض لنا مسلسل، مع انه عنا اعمال. وبعدك عم تقولي نحن بنهضه دراميه، عنا اعمال كتير مرتبه وبتنافس بعض اعمالهم، ليه ما بيعرضوا لنا؟ روبي انعرض على ام بي سي. انتبهي، انعرض عم حتى فضائية ما أخدته سوريا وعرضته كتلفزيون سوري، ما أخدوا التلفزيون المصري وعرضه، ما أخدوا التلفزيون التركي وعرضه. الفضائية كل الناس بتشوفه، بإيران بيشوفوه، بفرنسا بيحضروا، مش معناتها أنه التلفزيون المصري أو السوري أو التركي عم بيعرض لنا أعمالنا. فهمت علي؟ أي أنا متعصب للبنان، كان للوطن وكان لإنتاجه. متعصب لأي درجة؟ متعصب ضمن المعقول، لأنه بصراحة إذا أنت ما بتفكري ببلدك وبتدعمي بلدك، أنا رح أقول لك شغلة، أنا الإنتاج المش لبناني بفضل إني ما أشتريه. أنا إذا بروح على السوبر ماركت بشوف علبة كلينكس سورية ما بشتريها، أنا بفضل أشتري إنتاج لبناني. إذا بروح بلاقي علبة بسكويت تركية ما بشتريها. طب ليه أنا بفضل أشتري بس عن إنتاج عربي؟ إذا رحت اليوم أنت ما بتفوت على بيتك شيء صناعة فرنسية؟ أكيد أنا فوت على بيتي صناعة فرنسية وأمريكانية وبريطانية وإيطاليانية، أكيد، لأنهم أحسن منا. بس أنا ماني مضطر أني أجيب إنتاج، ما عم بعطيكي مثل، أنا ماني مضطر أشتري علبة بسكويت تركية طالما عنا إنتاج بسكويت لبناني أحسن منا، وماني مضطر أشتري علبة صابون أو صابونة أو علبة كلينكس سورية طالما عنا نحنا إنتاج لبناني أحسن منا. ليه أنا بدي شجع الإنتاج السوري والمصري والتركي وما بشتري إنتاج لبناني؟ انتبه، ما عم نحكي تمثيل، عم نحكي بضاعة، صابون، كلينكس، بسكويت، شوكولا، تياب، ما بشتري. أنت ما ممكن تعيش برات لبنان؟ ما بتفكر يوما ما بلا يعني عيش؟ نحكي منقول نحن سافر كتير بس ما عيش لا تبقى يعني مثلا نحن منقول انه هيدا البلد ما بقى ينعاش فيه لا طرقات لا كهرباء لا مي، هول الابسط حقوق اللي دائما كل يوم عم تسمعه النق من المواطن. صح. اذا اليوم مثلا هيك تقدم لك انت جنسيه تقدم لي جنسيه انا عندي الجنسيه الكنديه فيك تروح تعيش بيه. وانا بي كان يترجينا ايام ما كانت الحرب، ايام ما كانت حرب تموز وعم تنزل علينا الازايف وتقطعت الاوتوسترادات ونقطع البنزين، تعالوا نروح نعيش بكندا، ما كنا نفل. إذا الله بلينا بحكام همهم مصالحهم وهمهم جيابهم وما في حدا عنده وطنية، بكل صدق عم قلك، أنا برأيي الحكام والمسؤولين بلبنان اللي عندهم وطنية يلي بهمهم شيء اسمه لبنان ككيان ما بيطلعوا 0.5%، ما في غير هالشعب،
هو اللي عامل هالبلد، نحن اللي عاملين البلد، نحن اللي مخليين شيء يبقى اسمه لبنان. لأنه لو بدنا نمشي على ممشاهم ونعمل اللي بدهم اياه كان لبنان صار مشي كله عبوه بجيابهم، الحجار كانوا عبوها بجيابهم. وكيف بتحبي لبنان انت اليوم؟ انا برايي اليوم يلي بكب ورقه كلينكس من شباك سيارته بيكون بيكره لبنان. يلي مره ختياره بدها تقطع الطريق ما بيقطعها بيكون بيكره لبنان. اللي بيعلق على الكهرباء بيكون بيكره لبنان. اللي بيسرق مره فقيره او جزدان مره قاطع الطريق بيكون بيكره لبنان. كيف بدك تحبي لبنان؟ بانك تكوني مواطنه صالحه. انا ببقى قاطع على الطريق عم بمشي عم بعمل سبور، اذا شفت ورقه كلينكس بلم بضبها، مش عم بشوف حالي. كل الناس لازم تعمل هيك، هيك بكون عم بحب لبنان. مش انه يابا انه انا بحب لبنان بس، بدك تحبيه عمليا للبنان. سوري هلا عصبت، بس من انفعالي الايجابي يعني من محبتي. اي حكام واي مسؤولين واي عالم، يا حرام يا حرام على لبنان بالناس الحكمينه، بس يا حرام بينشفق عليه. طب روح على كندا وارتاح منهم كلهم. ما فيك تروحي، انا بحبه لهالبلد، انا بحب شجره وبحب ارضه وبحب مناخه، بحب عواصفه وبحبه بصيفه بالشوب. انه هذا البلد اللي خلقنا فيه، اللي هو بي بلد بي وبلد جدي وبلد ستي. كيف انا بدي روح؟ انا كنت روح على كندا 15 يوم اسخن لارجع. انا بسافر كتير على فكره، مش معناتها انه انا معقد وما بارم اوروبا وبروح على الدول العربيه ورايح بحكم شغل وسياحه مش بس شغل. بس جمع 10 ايام بدي ارجع. نشفتي لي ريق. نوصل هلأ لفقرة اسمها استمارة، هي اسمها استمارة لازم نلتقي. هيدا استمارة أوكي. خاصة مثل ما بتعبي مثل حيالة استمارة بتعبيها بتكون موجود بمطرح. اشياء عنك انت، العنوان العريض اول شيء انت وعنك اكتر. الاسم غسان سالم. غسان. الشهرة سالم. سالم أوكي. اللقب يعني اليوم لما بيقولوا غسان سالم شو بتحب اللقب ينحط؟ فنان. فنان. لأنه التمثيل هو جزء من الفن. ما فيك تقولي هون عنا عقدة بلبنان بيقولوا لك فنان للي بيغني بس، ما هن الفنون سبعة. الرقص والنحت والرسم والموسيقى سبعة. الفنان هو ممثل كمان فنان، مش بس المطرب فنان. اللي بيرسم فنان. وبما أني أنا بعمل عدة إشياء، أنا بقدم برامج، بعمل دوبلاج، بعمل فويس أوفر وبمثل، يعني أنا عم بعمل كذا ناحية من عمل فني. أنا فنان بكل تواضع. يعني كيف طريقة التواصل معك؟ أنت جربتيها؟ كانت صعبة؟ لا، فتت على الفيسبوك غسان سالم فانز، دغري منشوف صورك ومنشوف كل شيء. فإذا على الفيسبوك صح. وعدا عن هيك، أنت اللي من حبيتي أنك، وهذا الشيء بيسعدني أنك فكرتي فيه، اللي من حبيتي تعملي هاللقاء مع لقيتي فيه صعوبة؟ لا دغري أخذت رقم تليفونها. أنا بتلفون كتير بتلفون إنسان عادي يعني، ما ليك الإنسان اللي بيبقى مرتاح مع حاله ومش كبراني الخس براسه مثل ما بيقولوا بالتعبير اللبناني الدارج، ما في عنده هالعقد. يعني حبيتي تشوفيني، هيدا شرف لإلي إني شوفي. وبعدين صدقيني أنا كل المذيعات والمذيعين أو الصحفية يلي بيعملوا معي أحاديث منصير أصحاب. من وراء هاللقاء منصير أصحاب، لأنه أنا إنسان بحب الناس وماني شايف حالي وما بهمني شوف حالي، وما عندي عقد اللي عندي إياها بعض أشخاص بتبقى دوني بالمستوى الثقافي والاجتماعي والبديكي. وبتبقى مفك إذا طلوا طلع على التلفزيون بيفكروا حالهم صاروا بروس ويلس أو شي حدا يعني فوق الغيوم. يعني الإنسان بإدميته وبأخلاقه وبتواضعه، كل هودي الثلاثة اللي مش موجودين عندهم لقب إنسان ما بيركب عليه. شو اختصاصك غسان؟ اختصاصي الأكاديمي. أنا بس وصلت لوقت الجامعة فت على معهد الفنون، كلية الفنون الجميلة الجامعة اللبنانية، ودرست مسرح وتخرجت بدبلوم دراسات عليا إخراج وتمثيل. حالة القلب هل هي خفقان ونشاط قوي أم خفقان؟ لو ما خفقان قادر أحكي لهالحكي؟ أكيد عايش عايش وعم بحكي. حالة القلب يعني مغروم؟ ما أنا عم جرب أهرب بالسؤال. ما حدا بيقدر يعيش بدون ما يكون في عنده كوتيه هيك ناحية، لأنه بتعرف الحب والغرام بيعطي هيك اندفاع للحياة، بيعطي فرح، بيعطي بوش، بيعطي نار والعاني أكيد. وأنا من الناس اللي بحب أطلع لقدام، الورا ما بيعني لي. لأنه اللي بيطلع لورا إذا ضل عم بيطلع لورا بيصير يفوت بالحيطان ويتطبش ويتفركش، لأنه ما عم بيطلع قدامه ولا يعرف يمشي. أنا اللي بيقطع عندي صار من الماضي، حتى الصور القديمة ما بتعني لي.
ما بترجع بتفلفش فيها من وقت ما بحب فلفش فيها، لأنه إذا فلفشت بالأيام بالصور الحلوة بالفترات الحلوة بده يصير في عندي حنين ورزق الله ويا الله، وإذا فلفشت بالصور البشعة يلي كانت بمراحل بشعة بدي أتذكر إشياء بشعة تزعجني وتخليني أرجع عايش ذكرتي لأشياء لحظات أليمة وبشعة. مشان هيك شو بدي بالحلو اللي مرق وشو بدي بالبشع اللي مرق، خليني أطلع لقدام لجرب قد ما فيي أصنع حلا بدون بشاعة. بتعرف انا وعم بسمعك عم بستمتع بهالتوناليتي وبهالصوت. تسلمي خجلتيني، وانت صوتك حلو كتير، وللمستمعين كمان اللي ما بيعرفوك انت بنت كتير حلوه لازم تشتغلي تلفزيون. مرسي. اوكي قدي وزنك؟ انا عملت رجيم ونزلت، هلا اليوم وزني 85 وعم بشتغل لصير 80. لازم 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 نلتقي. ميزه عندك اياها؟ ميزة ما بعرف، فضل الناس تقول إذا عندي ميزة. إذا كان عندي ميزة، ميزة يمكن أنا بشغلي بكل تواضع كتير شاطر. مظبوط، كتير سمعتها هي، بسمعها كتير من الناس. غسان سالم كتير شاطر، هيدا مرادف. ما أنا إذا بقول عن حالي توصل هيدا. كتير شاطر كيف يعني؟ عندي دور بعمله على أكمل وجه. شغلة بتكره تعملها؟ شغلة بكره أعملها بكره أتبع حدا سياسي بلبنان. ولا مرة تبعت حدا، ولا مرة نزلت على مظاهرة، ولا مرة زقفت لحدا. بتبع لبنان، أنا بتابع. أنا غنمي ماشي ورا علم لبنان وبس علم لبنان. إذا صار في كل حدا ماشي مثلي، إن كان زعيم أو مسؤول ماشي مثلي ورا علم لبنان أنا ورا. في حدا بتسمي لنا حدا هلأ هيك أنت ورا شايف وتابع؟ في اكيد كان في حدا وراحوا، يعني هو كل واحد بيشتغل للبنان مثل ما قلت لك كوطن وككيان هيدا اللبنان بيروحون، مثل بيير جميل الله يرحمه، مثل الله يرحمه كمان جبران طويني الله يرحمه. شو كان عندهم هودي كانوا ماشيين ورا لبنان، شو بدهم يعملوا؟ كانوا يعني انه ياسسوا ميليشيا ويجيبوا سلاح ويصير عندهم ظلم؟ هودي الناس النضاف يلي ما بايديهم ما في دم كانوا ماشيين ورا لبنان، انا معهم اكيد. رح تنتخب إذا صار في انتخابات؟ لا. مشهد بيزعجك كتير ما بتحب تشوفه؟ كتير بكره بلدي يكون مجوي، كتير بستحي إذا كان معي حدا من برات لبنان من أصحابي الأجانب أو من قرايبين اللي عايشين برا بيجوا زيارة على لبنان وبقطع بطريق في زبالة على الطرقات، شي كتير بخجلني هالشي، وكتير بنزعج من الشحادين على الطرقات. كتير شغلة مش مقبولة بقى بالقرن 21 يكون في أطفال أوقات طولهم أقصر من دولاب السيارة، هودي الأهل المجرمين يلي بيسمحوا لأطفال حافيين عمرهم سنتين وثلاثة يمشوا بين السيارات كل النهار، هودي بدهم شنق، هودي أهلهم بدهم شنق، لو في دولة كانت بتلقط الأهل وبتحبسهم. عنوان تاني عريض، انت والوعي، على شو بتوعى الصبح؟ على التلفزيون دغري، اول ما اوعى بدور تلفزيون. على التلفزيون شو بتحضر؟ بدك تفاصيل؟ ايه، لانه قلت لي بتوعى دغري على التلفزيون، شو بتحضر؟ انا بحب كتير احضر كل يوم برنامج عالم الصباح الفيوتشر، لانه في كل الاخبار البلد يلي النشاطات المعارض، في شقف روبريك من العالم، بلاقي برنامج مهضوم الطقس وكل هالاشياء. على سيره البرامج، رح يكون عندك برنامج اذاعي قريبا؟ في حكي. هلا انت بدك تفوتي بالتفاصيل. ايه؟ انا ما بحب احكي الشغل غير ما مثل ما بيقولوا ما تقول فول ليصير بالمكيول. في حكي عن برنامج باذاعه مهمه بلبنان، بس تصير جديه كوني اكيد بخبرك كل التفاصيل. أوكي. يمكن اقدم برنامج عندكم ما حدا بيعرف. يا اهلا وسهلا فيك. المدير موجود وهي دعوه منه كمان. بشو بتغسل وجهك؟ بصابون بلدي، بصابونه طبيه، ام بجل؟ انا عندي شغله بالحمام بفرك وجهي كتير بالليفه، وهذه بنصحها لكل الناس يعملوها بكل الاعمار، لانه السيفه لما بتكون فيها عليها صابون ومي ورطبه وبتفركي وجهي، كل هالخلايا التعبانه او الميته بسبب الشمس والهواء بتقشري وجهك وبيبين انظف واحلى. وبرجع بعد الحمام بحط كريم مرطب لحتى تعوضي هالسلوله اللي راحت ترجع تغذي الطبقه الجديده اللي طلعت. بس اجمالا انا مني من الانواع اللي بحط كتير اشي على وجهي. لازم نلتقي.
انت بخمس دقايق بتكون لابس وجاهز او لا؟ اذا مضطر بثلاث دقايق، بس انا اذا عندي شيء بوعى قبل بساعتين لحتى ما اضطر لهالموقف البشع اللي عم تحكي لي عنه، لانه بحب اوعى بكره على مهلي اشرب نسكافيتي او احضر حالي واتحمم وهيك. لو بدي اوعى بكير موعدي لنقول 9 ببيروت، بوعى 6. تهتم كتير هيك بتيابك بالشوز بكل شيء؟ ايه انا بحب الترتيب وبحب النظافه، وهذا الشيء كل الناس لازم تحبه. صحيح، بس مش مزعج يعني بهالشيء، ضمن المنطق والمعقول يعني. يعني مثلا اذا عندك لنقول لقاء عمل كتير مهم او حتى لقاء عاطفي، انه انت من النوع اللي بكب الخزانه عليه مثل ما بنقول؟ اه لا لا، ما بتبالغ. انا عندي شغله كمان بعملها، عم فوتك على خصوصياتي، بس يكون عندي موعد تاني نهار شو ما كان يكون هالموعد، التياب تبقى حاضره قبل بنهار، قبل ما نام عشيه على رواق، مشان هيك لما بحب اعمل اشغالي على رواق بقرر شو بدي البس من فوق للكلسات، اجلي كلاس صباط بيتحضروا بيطلعوا من الخزاين بيقعدوا برا، بوعى الصبح بعرف انه هودي جاهزين ومنقيهم، وبالنوادر لغير رايي تاني نهار. العنوان جديد انت والموبايل. قديش الموبايل قريب منك؟ يعني بتضيع بليه؟ مثل قرينته صار الموبايل الواحد، سامعة بالقرينة. بس القرينة شيء عاطل يعني. ما هي هي ايه، بالنتيجة كنا عايشين قبله، بس صرنا ما فينا بليه. بضيع بلا موبايل أكيد، لأنه الموبايل بطل تليفون. شو معك؟ صار كل شيء. وينو نوت 2 سامسونج، مدير الإذاعة الشطنية لما يعمل هذا جديد جبته من شي شهر. بطل تليفون، صار كل شيء، صار تكبي فيه معيدك، صار الرزنامة، الكونتاكتس كلها، يعني كل الناس الأرقام موجودة فيه، دفتر تليفونات. كان بالماضي بتذكر أمي وبي أيدون على الدفتر، وكل ما يعطي الدفتر رجعوا ينقلون، ضلوا يومين ينقلوا الأسامي. صار كل شيء، صار فيسبوك كل نهار بضل يطنطن بين الفيسبوك والواتساب والتلفزيونات، كل الأشياء الضروري اللي يعني فيك بلا فيسبوك، فيك بلا واتساب، فيك بلا اس ام اس. اذا ما دقت هاي بتدق هيديك، وكل وحده لحن كل النهار متشجره العيد، بتطفي وحده بتضوي وحده. بنزل جيمز بتلعب مثلا؟ كثير بحب. ايه اي افضل جيم؟ اكثر شيء بحب البابل شوت، هودي الطابات اللي بتصير تضربي كل لون مع بعضه. طيب وبتحكي كثير على التليفون؟ ما كثير بحب حكي التليفون. وفاتورتك بتجي غاليه ولا لا مقبوله؟ ايه مش رخيصه يعني. اه بدك هيك ارقام؟ اذا بدك ما توصل لل 200 250 اوقات بالشهر. وفي شهر 100، حسب كيف شو مر عليك. انت والسواقه، اذا في اشاره حمراء بتقطعها؟ ابدا. لك انا حتى اذا بتلاحظي على الاشارات في خطوط بالطول هيك للمشاة، بوقف قبلهم. عنا بلبنان ما بيعرفوا هودي، يمكن فاكرين عم بيعملوا ديكور للطريق، ما بيعرفوا انه هودي لازم يوقفوا قبلهم، فكرهم هالمترين اذا قطعون يعني وصلوا على محل ما بدهم يوصل. هودي للمشاة اذا في مرة معترة او ختيار بده يقطع الطريق، هون بده يقطع. وقفوا ابعد بمترين، ما رح تتاخروا على شغلكم، المترين بدهم 0.0 ثانية لتقطعون. ما حدا بيعرف، ما حدا معه خبر شيء بلبنان. وصحيح الدولة محقوقة والحكومة بتسوى، رح قلك شو، بس كمان في حق كتير كبير على الشعب. الشعب كمان بدي قلك شغلة، خربت الدنيا بالعاصفة، فكرك بس الحق على الحكومة؟ الناس بكبكبوا زبالة وبتتعبى هالمجاري على مدار السنة، لمن بتشيل الدولة سكلين بتنظف وبيرجع هذا بكب قنينة تانكة بيبسي من سيارته، وهذا بكب كلينكس، وهذا بكب موزة، وهذا لوز. ما فيك تطلب كل شيء من الدولة، نحن عنا كمان مواطنين صالحة لازم نمارسها. صحيح. اليوم الوزير جبران باسيل قال مش الحق على الدولة، الحق على المخالفات نتيجة الأضرار يلي يسمح لي فيها. الوزير جبران باسيل ما في يقول مش الحق على الدولة، الحق بس على المخالفات. الحق. الحق على هون وعلى هون. الدولة مقصرة وعندها كتير إشي لازم تعملها، وهو واحد منهم ومن المقصرين، يعني هو واحد من المقصرين، والشعب أكيد عاملين مخالفات ومعمرين على ضفة النهر، وفي ناس معمرين بقلب النهر. إنه شو ناطرين يعني؟ إنه مثل واحد واقف بنص الأوتوستراد وخايف تيجي تضربه سيارة، إنه شي طبيعي تضربك سيارة إذا واقف بنص الأوتوستراد. بدك تعمر على ضفة النهر وبقلب النهر وبعدين تصرخ إنه فاض النهر على بيتك ونجوى بيتك ماي؟ في ضعف بالتفكير.
طيب اذا حدا كسر عليك غسان انت وسيق السياره، رح اعطيك احتمالات. بتزمر بس، بتسبله، بترجع بتكسر عليه، عم هيك بتتركه يمرق وخلص. اكيد بزمر وبجرب بطريقه حسسه قديش هو غلطان. اكسر عليه حسب، اذا كنت معصب ممكن اعملها، ايه ما عم بقول لك انه انا سنت نيتوش يعني. بس اوقات حسب الشخص كمان، اذا كان ختيار اذا كان مره هيك، هيدي هي الفكره. خبروني انه انت نيئة كتير على سيارتك اكثر ما بتتصوري، وسئيل. يعني مثلا ما هو كله زيت الشيء مثل بالبيت، اذا السياره انخمشت او احترقت لمبه فيها بزيت النهار بدها تنعمل، ما بخلي الاشياء تتراكم. وفي خبريه كمان زياده عن خبريتك لحتى تنبسطي، ما في حدا بيشتري سياره مني، انا بحب غير سيارات، يعني ادخن سياره بتضاين معها سنتين او ثلاثه ماكسيموم، الا ما بيقول لي انه هيدي السياره كانت ماشيه على الطريق شركه، تفتح الصندوق غبره ما فيه، غبره يعني السياره بتبقى كامله بادي وبويا وميكانيك. دائما اللي بيشتري سياره، في عندي مجموعه اصحاب وصبايا خاصه دخيلك انت بدك تبيع، بينطروني لانه عن جد، ومش عم بمزح ولا عم بالغ، السياره من بين ايدي كانه بعدها طالعه من صالون الوكاله. تخيل يعني نيقه وحبه مسك. يعني مثلا نوي واحد ياكل معك بالسياره؟ ابدا، ولا يدخن عشوائي، ممنوع الحكي. وانت ما بتدخن؟ لا بالسياره لا. ولو قعدت ساعه بس بعجقه سير مثلا؟ هلا ممكن اذا في عجقه سير واقف السياره افتح شباكين على الاخر والسياره السيجاره تكون برا، ايه. بس انه اذا السياره ماشي وعادي ومعي ناس او عم بسمع راديو او شيء، لا بفضل اني ما ادخن بالسياره. اوكي. عنوان عريض جديد انت والانترنت. تقعد على الانترنت؟ مجبوره تقعد اليوم. قد ايه يعني مثلا باليوم؟ كم ساعة؟ ممكن بالنهار نص ساعة، وممكن ربع ساعة، وممكن ساعتين. شو بتعمل؟ بتعمل مجبور صرت بقصة الفيسبوك، يعني صديقة لي فتحت لي الفان بيج اللي هي غسان سالم فانز، وبدك تنشطيها، ما فيك تفتحي فان بيج وتكوني جامدة. انت والاكل، اكيل بتاكل؟ انا بحب الاكل بس ما باكل. كيف يعني؟ لانه اذا بدي اكل مثل ما انا بدي ما بكون ما بقعد اقدر فوت من الباب. لانه نوعي اذا باكل كثير بنصح، ما بسمح لحالي اكل على مزاجي مثل ما انا بدي. طيب خليني اقول للي عم يسمعونا، الطاوله يلي هلا نحن بوجنا، يعني شو بدي اقول لكم فيها؟ اكثر من هول مرطبين اصلا، كثير كثير مهضومين، مرطبين يلي بنحط فيهم نحن كبيس مرطبين الضغط، مرطبين الضغط. اثنين فيهم مثل سمارتيز يلي فيهم شوكولا، والثاني البونبون شوكولا المالتيزرز وبونبون وعلكه وبسكوي وكل شيء وجميع انواع الشوكولا، شوكولا انوار، وهذا شوكولا بالسويسرا بدوري كمان على العلبه بشرفك. هدي خذ حب، هذا ما في منه بلبنان شيء كثير موت احمر يعني. كمان انا كثير بحب اتفرج، صرت على الاكل. وعندك اراده ما تمد ايدك؟ عندي اراده اني ما مد ايدي. يعني انا هلا صرت مرنت حالي انه استلز بالنظر بدون ما فوتهم على تمي. عنوان عريض جديد انت واللقاء. اوكي. اول شيء تبعك كيف؟ انت هادي عصبي مزاجي؟ انا كثير هادي وكثير رايق، بس اذا عصبت ما في اسال مني. غسان انت صادق وصريح لدرجه انه ما عندك مشكل تجرح الشخص بس تقول له اياها بوجهه. صحيح. ومين ما كان الشخص، ممكن يكون حدا مسؤول مهم بمؤسسه انا كنت عم اشتغل فيها، ممكن انشره 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 على مدى صوتي وتنزل الشركه كلها اذا عمل شيء غلط او تعدى علي او طول علي او غلط بحقي. وصايره ما بدي افوت بتفاصيل، هيدا بتخسر، وخاصة اليوم بعصر البروجين بتخسر وخسرت. أكيد ما عندك مشكلة، ما عندي مشكلة، ما بتزعل على اللي خسرته أبدا أبدا، لأني أنا ما بتعدى وما بظلم، بس ممنوع حدا يتعدى علي، لأنه أنا شخص كتير آدمي بكل تواضع وكوريكت بتعامل مع الناس، وبعطي كل شخص حقه وأكثر من حقه، بس حدا يجي يأكل لي حقي أو يتعدى علي أو يظلمني مش مسموح. مع مين عم تلتقي هالأيام؟ مين هن أصحابك؟ مين كانوا أصحابك وبطلوا أصحابك؟ لا أعطيك من الآخر، بالوسط الفني وتحديداً تمثيلي ما في أصحاب أبداً؟ أبداً.
هلا قلت لي صديقتي كلوديا مارشاليان الكاتبه بنوجه لها تحيه كثير كبيره. لما بيكون واحد من اصل 200 ما فيك تعممي. انا في ممثلات شغل معهم اعمال كيف بدي اقول لك يعني وقت التصوير ما يقعدوا حد يقعدوا بحضني، وبعد التصوير شو حلو الشغل معك ويا ريت فينا نشتغل على طول. ومش لقالي هالحديث بالمجلات وبالاذاعات، في وحده منهم ببرنامج تلفزيوني انا حضرتها ما حدا خبرني، قالوا لها شو الاضافه يلي اضاف لك اياها هالمسلسل؟ قالت لهم الاضافه انه كان عندي حظ اشتغل مع غسان سالم لانه هو اللي خلاني انجح. شوفي قديش ايجابي بتعاطيه مع الناس وقديش بحبوني. خلص العمل ميرسي اولفوار، لا سؤال لا تليفون ولا شيء. وكل الاعمال هيك، كل الوسط التمثيلي علاقات مصالح، ما حدا بحب حدا لشخصه وهن ما بحبوا بعضهم. لمين بتقول اليوم عن جد لازم نلتقي؟ ما في يقول لازم نلتقي، في يقول انا مين بحب التقي. اذا بدك انا بحب هي التقي. بتجي لازم نلتقي، وما في شيء فرض بالحياه كلها، بس انه لازم نلتقي من محبتك لهالشخص. مزبوط مزبوط. وانا عم بعيشها هلا، انا كتير بحاجه اني اشوف صباح. عندي موعد مع جماعه الجي، انا صديق بنت اختها كلودا عقل بنت الفنانة الله يرحمها لميا فغالي، والصبوحة الله يطول عمرها، هيدي مرة نادرة لازم كل واحد منا يتعلم منها. كانت لما كنت أنا بأوربت كانت دايما بس يدعوها لمقابلة، تعرفي نحنا كنا بأوربت مدورة يوم ايه أنا يوم لا يوم ايه يوم لا، تسألهم انتو بعتين وراي لنقول الخميس غسان موجود، دايما كانت تطلع على الأوربت لما نكون أنا تطلب أني أنا أكون موجود. ما بنساهم هالأشياء، أنا كتير وافي بتعاطية، كتير حابب شوفها، كتير حابب أحكي معها، شو حابب كتير حابب بوصلها إيدي. شو بدي أقولها يعني، هذه مرة لو بحيلا دولة بالعالم حتى الدول القريبة اللي نحنا منشوف حالنا عليهم أنه نحنا المستوى ونحنا الفن ونحنا الحضارة، لو هذه موجودة بأي بلد تاني مفروض الحكومة والدولة تحملها بالإيدتين، تكرمها من كل النواحي ماديا ومعنويا وتحطها بالسما، لانه الفرح اللي قدمته صباح للبنان وللعالم العربي ما حدا قدمه، ولا سياسي قدم فرح للناس. صباح عامله 85 فيلم سينما، 95 فيلم سينما، 20 مسرحيه، 3-4000 غنيه، ما مخلى مسرح، مش مخلي مسرح بالعالم مش واقف عليه غير العالم العربي. تاريخ. شو بدي اقول لك عنه، هذه المرة إذا بتقعدي تحكي أنت وياها كثير بتستفيدي. جناك حبيبتي سلم لنا كثير عليها والله يطول بعمرها يا رب. اللي كمان بحب شوفهم فيروز. أنا ما بقدر أقول ست فيروز لأنه فيروز شو بدي أقول لك، أنا بتنفس فيروز. كنت صغير وما بعرف اسمها، طفل. أنا كنت عايش عند بيت ستي وجدي أنا وصغير لأنه أمي وبي كانوا يشتغلوا، كنت كل الوقت عندهم يحطوا كتر ما أحب صوتها. تقول لي تيتا كنت تقول لي خليني اسمع البوبو، كنت سميها بوبو، ما كنت أعرف اسمها هالقد كنت حبها. غسان أقصر لقاء أي متى كان وين كان شو كان؟ لما بيكون لقاء يمكن شغل تحكي لي لازم ينحكى وميرسي أورفوار. أطول لقاء لقاء الحب مع مين؟ لما بتكون قاعدة مع حدا بتحبي ومبسوطة بهالقعدة بتتمنى إن الطول، ودايما بتكون أقصر من غير وقت لأنه قد ما يكون الوقت حلو بيمرق بسرعة. أنجح لقاء؟ أنجح لقاء اللقاء اللي بآخره مثمر، مثل هلأ لقائي معك ومع مدير الإذاعة، رح يثمر صداقة ورح يثمر إن شاء الله الناس يحبوا هالحلقة، يعني بعتبر أنه هيدا لقاء ناجح. بكفي تعرفت عليكم. نحن كمان هيدا بالنسبة لنا كمان لقاء ناجح. هيدا كانت استمارة لازم نلتقي، خلصت الاستمارة. على فكرة الحلو ببرنامجك انه ما بيشبه برامج تانية، يعني هذا الميزته. واليوم بهالكم السابق صار في صعوبة انك تخلق شيء جديد، مش بس بالإذاعة. اليوم اذا بدك تعملي لحن كتر ما في كمول ورانا صعب تخلقي جملة موسيقية جديدة، اذا بدك ترسمي لوحة صعب تقدري كتر ما صار في الوف اللوحات، مئات الوف اللوحات، صعب تخلقي فكرة لوحة جديدة. اذا بدك تنحتي كمان صعب، اليوم اصعب من قبل بكتير.
بقى بهنيك لانه فكره برنامجك والنكهه تبعيته مختلفه عن البرامج اللي بنسمعها كل يوم. ميرسي. هيدا عن جد بعتز فيها وشي هيك بيعطيني اندفاع. الله يقويك. ميرسي غسان. نوصل لاخر فقره بالبرنامج، خمس اسئله، العنوان اسمه شو بدك؟ وحده من اثنين. وحده من اثنين. بدي نقي وحده من هالاثنين. بالعاده هين انك تختار؟ ايه. انا مثلا بروح على محل تياب دغري بتنقي دغري هاي 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 يلا مسينا، بيتفاجئوا بيرتاحوا اكيد بينبسطوا اصحاب المحلات لانه ما بعذبهم، بعرف شو بدي لي انا. هلا ان شاء الله يكون انت اسئلتك ما لنشوف. موبايل ام سياره؟ اكيد سياره. تستغني عن الموبايل؟ لانه بالسياره في يروح محل ما الشخص اللي بدي احكي معه، في لو بدها تاخذ وقت اكثر في اوصل لعنده، بس موبايل لحاله ما بيوصلني. الارتباط ام العزوبيه؟ العزوبيه. اوف ليه بقى؟ لانه بصراحه على المشبرح ما شفت حدا مجوز ومبسوط، بينبسطوا اول شهرين ثلاثه اول سنه وبلش المشاكل. وخدي مثل كثره الطلقات، وفي كثير مش مطلقين تيوريك ما، بس عمليا مطلقين. اوكي. طب وفي كثير صعدة ومكونين كثير قليل. طب بالنسبه للعائله مثلا، انه هيك بي ام اولاد هيك بقول لك شغله، انا وصلت للزواج لثلاث مرات. كتير قربت، وفي وحدة بيناتهم يعني كانت الشغلة خلص، يعني البنت اللي كنت أحكيها كنت بس تقول اسمها، تقول اسمها فلانة سالم هالقدة، وثلاثة لعدة أسباب فرطوا. وصلت لمرحلة ما عدت عم بسعى، قبل كنت عم بسعى للزواج، تركة طبيعية. يعني أنا اليوم وصلت لقناعة أنه أنا الزواج ماني ضده، بس ما بركض له، ما بسعى له، ما بشتغل له. صار ما في مشكل، ما صار كمان ما في مشكل. مقعد نيابي ام جرين كارد امريكي؟ عندي انا، عندي الجنسيه الكنديه. مقعد نيابي اذا على شكل نوابنا الحاليه والسابقين، او على هالنكهه اللي بيكونوا فيها عاده النواب بلبنان، ما كتير شيء بيشرفني. بتمثل ام بتسجل؟ واحد من الاثنين. لا اكيد بمثل. انا بالاساس ممثل، وانا بحب التمثيل. مش انه قالت لي ماما يا تقبرني يا ماما انت شاب حلو لازم تطلع على التلفزيون. انا بحب التمثيل، انا بحب التمثيل، الفن التمثيلي، بحب جسد شخصيات ما تكون لها علاقه فيي، بحب البس دور ما يكون غسان، يكون حدا تاني. هيدي لذة عندي. بعدين ما تنسي تسجيل ثلاث ارباعه تمثيل، والتمثيل ثلاث ارباعه، لانه انت الممثل 50% منه صوت. صح. ما فيك تكوني ممثل عم بتمثلي بس بوجهك وبجسمك وصوتك بغير مطرح. ما فيك تكوني عم بتقولي بمشهد لبنت انك بتحبيها تكوني عم تولولي مثلا، في بدك تمثلي بصوتك. غسان، هيك بيزعجك اذا شي مره مثلا ضيعوا بين صوتك وصوت تاني، صوت حدا تاني، او مثلا انه صوتك بيشبه صوت حدا تاني، بتنزعج؟ ما بنزعج، لانه بكل بساطه ما حدا بيشبه صوتي. انا بشبه صوت، وهذا الشيء بيشرفني، الاستاذ الكبير وحيد جلال. كثير بيقولوا لي انه في، ولانه 20% من صوتك من خامته، هذا فخر لي، لانه ان كان هو، ان كان عبد المجيد مجذوب مع حفظ الاب، ان كان جهاد الاطرش، ان كان محمود سعيد، هودي الاربعه العمالقه بعالم الصوت اللي من كنت انا بعد ما خلقت انا تعلمت منهم، وانا كنت حب اسمعهم، كنت حب اسمع عنه هالخطيب سعاده، هودي الجماعه انا هن اللي حببوني بعالم الصوت. بتجلي عم بتشيل الغبره؟ واحده من اثنين. اثنين بعملهم، انا شاطر كثير بشغل البيت على فكره. اها. ايه، رغم انه عندي اثنين بيشتغلوا بالبيت. ايه. الناطور ومره، هي مثل امي لها 10 سنين عندي، بتجي وهي مدبره المنزل، والناطور شاب بس شاطر بشكل ونظايفي بشكل اتخن، يعني بينظف وبيرتب احسن من اتخن مره. كل يوم بيجوا لعندي 3 ساعات الصبح بينظفوا البيت ندف كل يوم. هلا اللي بكون بالبيت بحط ايدي معهم. ايه، ما عندي مشكل وما عندي عقده، بغسل وبنشر وبجلي وبمسح غبره وكل شيء، وبشطه في البلكونات، وما عندي مشكل. خي على فكره انا نظايفي كمان نيئه ثقيل. يمكن اخذتي فكره. واكثر من فكره. اخر شيء، لو ما كنت غسان سالم يلي بيمثل ويلي بيسمعنا صوته الحلو دائما، واذا بدك بيعطي كل منتج حقه واكثر من حقه بصوته، شو كنت بتكون؟
بحب كون انسان عادي هيك، وانا انسان عادي اصلا يعني، بس انه اذا ما بدي اشتغل بهالدومين بحب كون قاعد بشي ضيعه مع جنينه ازرع واكل من الارض وهيك بعيد عن مشاكل الحياه والسياسه المقرفه بلبنان وسياسه الدول اللي حوالينا كمان المقرفه اكثر يلي كلهم طمعانين فينا من هون ومن هون يعني مش ميلي وحده الا ما بدي قلطش لطشي انا ما فيي، وهيك عايش بسلام لا ازعج حدا ولا حدا يزعجني وما كون مضطر اشتغل يعني مكتفي بهالكم حيوان اللي عندي يلي باكل من حليباتهم وبعمل جبنه ولبنه منهم ومن الارض اللي بزرعهم البندورات واللوبيا والبقدونس والنعنع، وهيك بعيد عن كل شيء وما عندي تلفزيون ما عندي انترنت وما عندي شيء ابدا، عايش بعل مثل ما بيقولوا. اف ايه هيك بحب. وبتترك كل عكس يعني اللي عم بتطلبه عكس يعني عكس اللي انت عايش فيه هلا. ايه ايه اذا بدي ريح راسي واذا بدي احس انه ما عندي مسؤوليات، ما هو اللي ما بدك تكوني موجوده ان كان بعالم الصوت او بالتمثيل، هذا كله بده شغل يومي واتصالات واهتمام وشغل على حالك وتتحملي تقلت العالم واللي ما بيدفع على الوقت واللي ما بيجي على الوقت والحبل طويل. بينما لما بدك تتخلي عن كل هالشيء بترتاحي، لانه الفنان ان كان مطرب او ملحن ليضل عم بيلمع عم بيتلف. يعني عطيتك مثل صباح، صباح لحتى وصلت صارت صباح هلكت بحياتها تلفت، لانه التعامل مع الناس كتير صعب عدا مجهود الشغل يلي بده مجهود جسدي وعقلي وفكري وتعب. أنا بدي أقول لك مبسوطين كتير فيك هيك غسان سالم الممثل يلي حبيناه كتير، وهلأ كمان رح نرجع نشوف له أعمال جديدة ونستمتع فيها. تشرفنا أكيد بهيدا اللقاء وعن جد كان لازم نلتقي، حبيت كتير أنه التقينا. أنا كتير حبيت كمان أنه اللقاء صار ببيتي، أول شيء تشرفت بمجيتكم لعندي وانبسطت كتير تعرفت عليك، وبرجع بأنه للناس أنه أنت مذيعة صوتك كتير حلو وشكلك حلو بيلبق لك تبيني صوت وصوره. برجع بهنيك على فكره برنامجك الجديده، بهني اذاعه البلد فيكي وبالمسؤولين عنا بالقيمين عنا، وبتمنى لكم استمراريه وكل يوم يزيدوا مستمعينكم عن يوم، وانا كمان كتير مبسوط بهاللقاء وان شاء الله بيتكرر. اكيد شكرا لك غسان. يا هلا فيك. بعد ما خلص اللقاء ووقفنا تسجيل ونحن عم نضبضب غراضنا هيك رجعت بأفكاري شوي لورا لوقت ما قررت انه عن جد لازم نلتقي مع غسان سالم. كنت حابة اتعرف على صاحب هالصوت يلي بنسمعه كتير بالدعايات بالبرامج، هالصوت يلي كتير مطلوب اليوم ويلي قادر يعطيك شو بدك، قادر بصوته يعطيك الحزن وتزعل مثله، يعطيك السعادة وتفرح مثله، قادر يعطيك رصانة ويقنعك، قادر يكون شاب صغير ويحمسك، قادر يوصل لك المسحة والنكتة ويضحكك، قادر يعطيك انفعال وانت تحتد، قادر يكون هادي وانت تروق معه، يعني قادر يخليك تتفاعل معه بكل الحالات. هلأ كنت عارفة قبل هاللقاء انه هو هالقد مقنع، بس عرفت كمان انه هالقد قريب. ربنا بيعطينا نعمة بس انه نصونا ونبلورها ونلمعها ونحترمها ونهذبها وندعمها وننورها، هون الشطارة. وبعد هاللقاء تأكدت انه غسان سالم شاطر. لازم نلتقي الأربعاء الجاي. الو الو، ايه انا دانيال كوزاح، لازم نلتقي.